فما هي عقوبة من صبر على امرأة سيئة الخلق والدين؟ إذا صبر عليها لمصلحة بقاء النساء وبقاء العشرة بينه وبينها، وأيضا من أجل حقوق الأولاد ومن أجل مصلحة الأولاد، فإنه يجزى على ذلك لأنه تحمل الصبر في مقابل مصالح عظيمة يكون له الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا فسيرضى منها الخلق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صبر مطلوب على كل حال، المسلم يؤجر على صبره إذا كان هذا الصبر في سبيل تحقيق مصالح لدينه ودنياه. جزاكم الله خيرا. متى لا يؤجر بصبره على المرأة؟ إذا كانت المرأة عاصية أو مخلة بسبب حقوق الله، فلا يجوز له أن يرضى بذلك ويصبر عليها وهي مخلة بذلك لفرائض الله، أو مخلة بحقوق الله، أو متساهلة في أمر عرضها وحسنتها، إنه لا يجوز له أن يصبر عليها، لأن هذا فيه مضرة دينية عليه وعلى أهل بيته وذريته. جزاكم الله خيرا.